المرحله بتاعت التنظيم سواء الكاس الامم للكبار او تحت 23 سنه كانت مرحله برضو مهمه جدا في حياتك، لانك كنت في الوش مدير البطوله، فالناس كلها مركزه انت هتعمل ايه والبطوله هتطلع شكلها ازاي. الجانب التنظيمي الناس كلها اشادت بيه، ما كانش فيه اختلاف، لكن يمكن الجانب الفني او الكوره هي اللي زعلت الناس بعض الشيء في الكبار، يعني الصغيرين احنا خدناها لكن الكبار كان فيها مشاكل فنيه فالناس زعلت منها، لكن في الاخر التنظيم كان بنسبه 100% في الاثنين الحمد لله. ده لانه كل الدوله كانت معاكم كمان، صح. كل مؤسسات الدوله كانت معاكم، صح. كانت مرحله مهمه جدا، واكيد دي من المراحل الايجابيه جدا، اهم مرحله في حياتي يعني. دي كانت اهم مرحله، اول حاجه ان انت ربنا يكرمك ويبقى يتم اختيارك بدون واسطه. يعني انا علاقتي بالمهندس هاني كانت عاديه، يعني ما كانش في حاجه فعلا، وراجل اختارني وليه فضل عليا طبعا لازم اقول، والمهندس احمد مجاهد وكابتن احمد انا عارف انه كمان الناس اللي حواليه هاني ابو ريده كانوا مستغربين من اختيار، يعني لما ما كانش ليه علاقه ولا ده بالصدفه كريم يعني. كنت في نادي الصيد بلعب ماتش خماسي، حاجه يعني حاجه عمل خيري، فحصل الموضوع ده سريعا جدا. انا عارف منه هو ان هو كان قاعد مع حد وقال له ايه رايك في محمد فضل، فقال له اشمعنى يعني، قال له انا بفكر انه يبقى موجود. يعني انا اول مره اسمعها، انا اول مره اسمع والله ده دي. وانت بتلعب يعني، هو كان بيشاور عليك وانت بتلعب في الملعب وقال لحد، انا مش فاكر مين الحد ده يعني، بس قال له انه ايه رايك في محمد فضل. فانا عارف الموضوع ما كانش فيه واسطه، بس قصدي ان دخولك في خضه برضو، ان انت عمرك ما اشتغلت في الحته دي وداخل مسؤول عن بطوله كاس الامم الافريقيه اللي في مصر، اللي كل الدوله بتساند علشان تطلع احلى حاجه، صح. في الدنيا، فأكيد مسؤولية مرعبة يعني. ما كنتش انت بتبقى من كرم ربنا ان انت ما بتشوفش الحاجات دي كلها مرة واحدة، بتبقى على فترات. فدخلت المهندس احمد مجاهد جاب لي الاول كل الحاجات اللي انت مطلوبة منك في تنظيم البطولة، ماشي. وكان معايا طبعا، وكان في مؤسسات الدولة يعني حاجة قوية جدا طبعا. وفي وزارة وفي تفاصيل كتير قوي ولوجيستكس كتيرة جدا، فاجتماعات مع الاتحاد الافريقي، فانت بيساعدك برضو ان انت اللغة بتساعدك جدا. فالحمد لله الاتحاد الافريقي بيتكلموا فرنسي وانجليزي، الحمد لله بتكلم، فالموضوع ده كان سهل. معاك ناس كلها بتساعدك، نجاح، بس مؤسسات الدولة كل حاجة بتتعمل، مدين لك قوة ومدين لك سبورت محترم، ففي حاجات تفاصيل كتيره كريم. ما دخلت الحمد لله وقدرنا ان احنا نعمل كده، وده يمكن انت عارف دلوقتي انت بتتفرج على مسلسل الاختيار والحدث اللي حصل ده في الاستاد، بص الناس كلها افتكرت البطوله على طول يعني، صح. فكان في فعلا تفاصيل الناس ما تعرفهاش ولا انا كنت اعرفها. خلي بالك انا كنت فاكر ان المشهد ده مثلا حصل في الفاينل، ان انا كنت عارف ان في حاجات في الفاينل، فانت ان يبقى في الجهات الامنيه تحسسك بالامان وانا كمدير بطوله ما كنتش اعرف، صح. فانت متخيل توصل لايه يعني. انا كنت في كل حاجه، ما كانش في حاجه، ما فيش حد يقولك لا، كان كل حاجه بيسهلولك من غير ما يحسوك بحاجه، صح. فده قوه الدوله. فكان في مساعدات الحمد لله، طلعت بعد البطوله ناحيه الجانب الفني انا ما كنتش مسؤول عنه طبعا في الاتحاد. الناس كان حاجه، حدث كبير قوي، طلعنا باحسن حاجه، كان ليا تجربه يمكن انت كنت موجود في اون يعني متواجدين مع بعض، ما احنا رحت عملت انترفيو مع أليكسي سوركين اللي هو كان رئيس لجنه منظمه في روسيا، وحتى ما كنتش عارف انا طالع ليه، ماشي. يعني كنت فاكر ان انا طالع، رحت لقيت نفسي بعمل انترفيو معاه وبحلل الدرو بتاع كاس العالم، ما كانش مخطط للكلام ده كريم، ماشي. فانت لقيت ربنا سبحانه وتعالى بيحط لك اسباب ان انت تعمل انترفيو مع الراجل ده لمده ساعتين، تعرف كل التفاصيل، تيجي تنقل الفكره، تنقل كل الحاجات، الناس كلها بتساعدك، بتحاول تشغل ناس صغيره كتير جدا، ماشي. وبتتعلم الكبار، فالموضوع طلع في الاخر التابلو كله حلو، ان بقى الناس تبتدي تركز في التنظيم ويحضروا الماتشات بعد خروج مصر ويتكلموا يقولوا ده تنظيم واحسن تنظيم ويروحوا في الاتجاه ده، ما فيش غير ربنا سبحانه وتعالى وتعب ناس. جينا في البطوله تحت 23 سنه برضو الحمد لله، الواحد كان مسؤول مع حسام الزناتي واحنا كاتحاد طبعا برضو مؤسسات الدوله، عملنا حاجه الحمد لله قويه جدا، ولكن اتعلمنا من خطا ما احنا دخلنا بقى، احنا شفنا السيناريو اللي حصل اللي كان فيه اهتمام بالتنظيم ومفيش اهتمام فني، فاهتمينا بالاثنين وتوفيق عشان ربنا عشان الصوره تكمل يعني. هو ده هو انت بالزبط. اخدت من في تحت 23 سنه اخدت ال 10 10 يعني، ف صح. فطبعا الحمد لله طلعت بقى انت يعني احسن حاجه في الفتره دي، كنت احسن حاجه.